بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت يعني مدرسه اخرى وكان استفدوا من هذه المباريات لان حتى هما متاهلين للاولمبيات ممكن يكونوا معنا في الجروب ولا ما يكونوش يعني في الدور الثاني ممكن يلعبوا ضدهم. يعني كان استفدوا من هذه المباريات كثير ونهني الشباب لان ما كانش مباراه سهله. هما كيلعبوا بالامكانيات ديالهم وكما قلت مدرسه متغيره كثير على المدرسه الافريقيه لان من غير اوزبكستان والعراق لعبنا دائما ضد فريق من افريقيا. نهنيهم على رده الفعل وخصوصا لما سجلوا الهدف في الكورنير الضربات الثابته يوميا كان صدع لهم الراس بوغ ترافاي ريستي كونسونتري دائما تركيز وسجلوا هدفين ونهنيهم. ومن بعد كان ممكن سجلوا الرابع والخامس لكن 3-1 استفدنا كثير من هذه المباراه. دابا درك الاحترام للفريق الوطني المغربي الاولمبي لان دابا درك لما تشوف العراق وتشوف ريبوبليك دومينيكان بجوج بهم غيروا الخطه ديالهم لعبوا بخمسه وثلاثه جوج يعني كيغلقوا المساحات وما كيخليولناش يعني بزاف ديال المساحه. هذا احترام للمغرب لان قبل ما كانش هذا الشيء. يعني احنا عاوتاني خصنا نجبروا حلول ضد هذا الشيء وخصوصا في المرتده خصنا نكونوا منظمين. هذا الشيء اللي كاين الباقي يعني اللعابه راهم غادي حتى هما غادي كومون دير غادي يتعودوا على هذه طريقه اللعب وغادي نجبروا حلول ان شاء الله. كنت سيسي احنا عندنا ميم ان كوتش مونتال اللي كيخدم مع الدراري يعني شباب هادو عندهم 19 20 سنه ضروري تخدم معاهم سور لو كوتي فيس بسيسيك مونتال سي تري تري امبورطون. خص الاولاد يكون عندهم ثقه في النفس ويكملوا وحنايا كنستافدوا يوميا كنستافدوا. هذا الشيء اللي كنقول لهم انتم صغار في السن خصكم تستافدوا كنخدموا لهم على التكوين ونتمناو من هنا 5 سنين ان شاء الله هما يكونوا الفريق الوطني الأول.